اهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد. يلا يا سيدي نبداو باش نكملوا باش بالربح اليوم. شكون لكم على برشا ربح؟ كله ربح. كما قلنا لكم زوز من مستمعينا اليوم باش يربحوا معانا كل واحد ان لو دو برودوي أوريفلام بقيمة 200 دينار بمناسبة عيد ميلاد أوريفلام 55. تحب تاج ولا ما عينكش؟ أوريفلام لا مارك دو بوتي لا بلو بوبولير ان تونيزي. تعاني المخرجة والله والله تعاني فيها كل أربعة فلس هذوك عاملين فيها. هيا سيدي كلمتنا على 31 380 ألف أميمة بن منصور نقولوا صباح النور. صباح النور مرحبا. بونجور أميمة. بونجور. بونجور لكم الكل. شحوالك يا مدام؟ شحوال وليداتك؟ والله الحمد لله هم بحذايا هايجين لا محاله، ولكن اش باش نعمل لهم؟ بالهم الا ولادي هاني يعني نسقط. ربي يفضلهم لك، ربي يفضلهم لك، يتربوا في عزك ان شاء الله. يعيش. قولي لي أميمة منين انت؟ نكلم فيكم برج الصدريه. اي تشرفوا. مرحبا بيكم مرحبا بجماعة برج الصدرية الكل وحمل انف وشعبية وحمام الشط ودنيا الكل وقرنين وزهرة ورادس ونكهويزي بونليو الكل. شنو تعمل في الدنيا أميمة؟ أنا عندي هكا بيرو صغير نعمل خدمات إعلامية ومكتبية. إي إن شاء الله ربي يعينك. إي يعيشك الله يخليكم يعيشكم. وأنت وين تو في الخدمة ولا في المنزلي؟ في الخدمة بحث المنزلي. الخدمة بحث المنزلي ولا جو؟ والله جو على خاطر دار امي معناتها دار بابا قريبه للخدمه نتاعي للبيرو نتاعي معناتها نبدا بين هوني وهوني فهمت. عندي وليد صغير زاد نتلهى بيه. تفضلوا يعيشك يعيشك يفضل لك كل نواره. عايشك عايشك يبارك لك عاش اختي ميرسي بوكو. هيا للاماله باش تربح معانا لازم تجاوبنا على السؤال اللي يقول ان شاء الله سمي دو بارفان دو كوبل. Hey. Samy deux parfums de couple, le portefeuille parfum d'Oriflamme. Deux parfums de couple, le portefeuille parfum d'Oriflamme. Lost in You. Hey. Bravo! Deux parfums de couple, le portefeuille parfum d'Oriflamme, Love in. Love Lost in You وسيناتور. مبروك عليك يا للا مبروك. ربحت معنا اللو دو برودوي أوريفلام بقيمة 200 دينار. مبروك لأميمة. يعيشك يعيشك المدام يعطيكم الصحة بارك الله فيكم. عايشك. قل يا للا هي على شكون تحب تسلم وتهدي الساعة؟ نسلم عليكم نسلم عليكم الكل ونسلم على كل من يعرفني وتحيه خاصه بربي لجماعه الباطل اللي باش عندي وان شاء الله بنجاح يا رب. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ربي ينجحهم ويوفقهم ان شاء الله. وانت ربي يوفقك زاده في خدمتك ويفضلك كل عازم. يعيشك يعيشكم بارك الله فيكم. عايشك مرحبا بك. تحيه خاصه لكم الكل. شكرا ليك برشا برشا بوسات. ومازال الربح نحب نقول زاده الف مبروك لسوسن ساسون اللي ربحت معانا. شكون؟ اي 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 هذاك هو ربحت معانا على باج فيسبوك اي اف ام. الف الف مبروك للفائزين في أوريفلام في المدام وجيها. أوريفلام لا مارك دو بوتي لا بلو بوبولير ان تونيزي. يا سيدي وعندنا هون يا البارفانات والدنيا والاجواء هاسيلو صح عليهم مبروك عليهم اقسم بالله العظيم. خليو باكو يستحسوا. خلي باكو يستحسوها والله هي مسيكنا تسخن يستحسوها. هاي نحن وين باش نمشيو يا سيدي؟ نحن باش نمشيو اللؤي باش نحكيو على الحوارات معك. تفضل سيدي رسميات. رسميات اي يا سيدي كيبل سيدك والله اسمع انا هرب من تونس راه باش ما نحكيش على شنو قاعد يصير. يزي يزي اللي فينا مكفينا يزي والله هكا وسينا توا وجوج. غدا باش يصير اول اجتماع للجنه الاقتصاديه والاجتماعيه للجنه الاستشاريه اللجنه الوطنيه الاستشاريه من اجل جمهوريه جديده واللي هي نوعا ما اللجنه الكبيره اللي باش تكتب لنا الدستور اللي باش نمشيو به للاستفتاء 25 جويليه الجاي. الحقيقه اول اجتماع غدوه حسب ما قال له صدق بالعيد البارح في ميدي شو مع ليس الغربي قال غدوه انه باش يصير اول اجتماع في قصر الضيافه واللي استدعاوا فيه تقريبا 40 خلينا نقولوا اكتور في تونس ما بين ما بين المنظمات والأحزاب والشخصيات الوطنية، على رأسهم بالطبيعة الاتحاد اللي كان رافض ولا يزال رافض للحوار هذايا، اللي يقولوا أنه سوري وشكلي، بما أنه أنا ما حضرتش للحوار هذايا فاني مانيش باش نشارك فيه، ولكن كيف كيف الاحزاب اللي تم استدعائها للجنه هذيا اللي باش يكون اجتماعها اول مره غدوه، كيف كيف من برشا احزاب رفضت. الوطد مثلا، حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، رفض انه باش يكون حاضر. كيف كيف حزب افاق تونس اللي تم استدعائه، ما بين يمكن 5 احزاب كهو اللي تم استدعاء زاد كيف كيف هو رفض، وحزب المسار زاد كيف كيف رافض الحكايه هذه. والشخصيات اللي تم استدعائها زاد نقاو مثلا سفيان بن فرحات، قال انه هو اعلامي وما ينجمش يكون حاضر على خاطر يحب يقعد على مسافه من العباد الكل، أي. وهو عنده ميكرو دونك هو مسؤول على شنو يعمل. كيف كيف النائب في البرلمان السابق اللي هو حاتم المليكي زاد كيف كيف رفض انه باش يكون حاضر. وخلينا نقولوا جمعيه تونسيه للنساء الديمقراطيات قالت وانا مانيش باش تحضر فيها الحوار هذا، وهذه الحاجه اللي تخلي برشا ناس يمكن تشك في مدى نجاح ولا قديش ينجم ينجح الحوار هذا من دون حضور على الأقل المنظمات الاتحاد ولا تي اف دي. وكيف كيف نحكيو على الأحزاب اللي نورمالمون مساندة 25 جويلية واللي تم استدعاء، والشخصيات الوطنية الأخرى وما زالت، على خاطر راهو الاستدعاءات اللي خرجت، ال40 استدعاء اللي خرج ما همش كونفيرمي، قالوا باش نستناو الغدوة يا إما باش يجيو يا إما مش باش يجيو. صادق بالعيد قال اللي حضر يززي. لهنا مشكل كبير وجوج، وكأنه نوعا ما نتسائلوا هي كي ما يحضروش هالناس هذوما يا اخي بشكون باش يكتبوها الدستور، كي المنظمات هذيا رافضه والاحزاب رافضه وتقول وانه الحوار هذايا هو حوار سوري وشكلي، خاصه وانه تقريبا 18 يوم كهو اللي باش يتلمدوا فيه واللي باش يخرج اول مسوده نتاع الدستور نهار 20 جوان، ومن بعد نهار 30 جوان هو الدستور النهائي اللي باش نمشيو به الاستفتاء. في ظل الضبابيه هذيا، في ظل رفض هالاحزاب والمنظمات والشخصيات، ومازلنا باش نشوفوا غدوه شكون اللي باش يحضر وشكون لا. السؤال الكبير يطرح نفسه، شكون باش يبني المرحله الجديده؟ ابارامون باش يقعد كان رئيس الجمهوريه والعميد صادق بالعيد والسيد ابراهيم بودربيل عميد المحامين، ويمكن نشوفوا شخصيات اخرى والا منظمات اخرى باش تكون حاضره، ولكن المنظمات الوازنه والكبيره وعلى راسهم بالطبيعه الاتحاد رافضين. ونفكروا مره اخرى وانه الاتحاد ماشي الاضراب عام نهار 16 جوان، هو صحيح ما يصبش في الحوار وهو على المفاوضات الاجتماعيه اللي تعطلت مع الحكومه وعلى تجميد الزيادات وتفعيل الاتفاقيات السابقه، اما كل شيء مربوط ببعضه وكل شيء نجموا نأولوه. وهذه الحاجه اللي تخلي يمكن رئيس الجمهوريه نوعا ما في مأزق، على خاطر اجتماع غدوه ينجم يكون انديكاتور مؤشر على نجاح او فشل المسار اللي اختاره رئيس الجمهوريه. وغدوه نشوفوا نهار اثنين نحكيو بالتدقيق كيفاش تعدى الاجتماع هذا وشنو هي اول المخرجات نتاعو، ولكن حسب ما قاعدين نشوفوا فما برشا ناس معارضه وبرشا ناس ماهيش باش تمشي للحوار، مع انه تم استدعائهم رسميا. هو تم استدعائهم رسميا، لكن هما يقولوا لي هو هذايا جوست اجتماع سوري وعندهم معناها مقتنعين اللي كل شيء مبرمج ومقدود ومسطر ومرتب. وهذا اللي العميد صدق بالعيد يقول لا، راهو ما فما حتى شيء مكتوب وراهو تقريبا باش يكتبوا من بعضهم، ولكن كيف ما قلت انت وجه فانه فما برشا ناس شاكه وانه فما دستور حاضر بطبيعته، وحتى كان اصلا الصفه نتاع الهيئه ولا اللجنه يقول لك لجنه استشاريه، فينالمون الرئيس قادر انه اللجنه ذي يحطها على جنب ويقرر هو اللي يحب ويعمل الدستور اللي يحب. دونك انا علاش نشارك في حاجه اللي من بعد ماهوش باش ياخذ بكلامي والا برايي؟ هذا تقريبا راي المنظمات والاحزاب والشخصيات الرافضه للحوار والرافضه للاستدعاء، واللي نوعا ما كانوا مساندين مسار 25 جويليه ولكن ماهمش مساندين قيس سعيد والمشروع نتاعو. شكرا ليك لؤي، يعطيك صحة على المعلومات هذه كلها. دونك احنا غدوة نشوفوا اش فما، ونهار الاثنين نحكيو بأكثر تفاصيل. يلا فاصل ونمشيو للسبور، نمشيو للكور مع جلانسة. بحارة يسال فوال حال القبطان مع وجيه الجندوبي على اي اف ام، احلى راديو. تسمع حلقة جولة حتى 19 و20 دقيقة في صافي سنة 20. يلا يا سيدي نمشيو مع الكرة، نمشيو مع نشاط والحيوية زاد كيف كيف والأخبار الرياضية مع جلنزة. كور مع جلنزة. أي مرحبا. مرحبا أهلا وسهلا. أهلا بك. على فريق اف سي برشلونة اللي يعاني من أزمة مالية وفما أزمة زادت تهدد الفريق. شنو هو الأزمة هذه؟ هي في ظاهرة تخص حياة شخصية لواحد من اللاعبين اللي عندهم برشا في اف سي برشلونة اللي هو جيرار بيكي، واحد من رموز الفريق رغم الاغلاط الكثيرة اللي يعملها المباريات. جيرار بيكي اللي معروف انه عليه علاقه بشاكيرا 12 سنه العلاقه دامت وعنده منها زوج صغار ماهمش معرسين لكن مع بعض حاجه اخرى. اي جيرار بيكي ثبت انه خان شاكيرا. هذه الاخبار اللي دارت في ال 48 ساعه الاخيره، ويعيش منفصل على شاكيرا في شقه في اف سي برشلونه في مدينه برشلونه عفوا، ويقال انه في ازمه نفسيه دخل في حاله احباط بعد شملزوا على المر بعد الانفصال مع شاكيرا. صحة الرقم. لكن هذا كل معناه يهم حياته الشخصية. لكن شاكيرا هكا بلا تتخان هذيك منيا وسوسن وسندس وكلش باش يكون هذا كله يهم حياته الشخصية وما يهمش ممكن فريق اف سي برشلونة. اللي يهم اف سي برشلونة شنو انه فما اخبار دارت في ال 24 ساعة الأخيرة يقولوا انه المرأة اللي خان معاها بيكي شاكيرا هي والدة زميله في الفريق غافي اللي عمره 17 سنه مواليد اوت 2004. هذه اخر الاخبار اللي دارت في اسبانيا. ومثلا على انستغرام غافي الغى متابعته لبيكي على الولد بيكي، يقالوا انه على علاقه بوالدته وذا نجم يهدد استقرار الفريق. اكيد يهدد هو لانه الامور تدخل بعضها شويه هكا الحقيقه. باهي الاخبار اللي من بعد هما شو عندنا فيهم يخونوا وياكلوا بعضهم بيكي شو اللي كور مع راجلهم كيما يزلط في الماتش كيما يزلط ساعات يعمل تزليطات في الماتش راهو يخليك باهي. دونك زلط زاد مع شاكيرا والله يزلط خانتني مش مع شاكيرا بركه مع زميله في الفريق مع زميله. انا عجبني الخبر نتاع خونا جلانزك قال في شقه وحده في يعرف السمسار زوالي في برشلونه في حاله احباط وفي حاله احباط وما عندوش لا مبلغ حتى شيء مسكين. لا جرايه موس جرايه مطيشه في القاعه وحالته حليله جرايه موس هو راهو ماديا راهو عنده مشكله وماديا عنده مشكله والله ما عنده مشكله ماديا. بما انه حكى على الفلوس قنوات يعرفني انا تهوى الفلوس تهوى على الحقيقه الحسابات والفلوس هي الكل راه في عالم الرياض. ليبرون جيمس لاعب كره السله المعروف اول لاعب كره سله ناشط معناها اون اكتيفيتي يوصل الحاجز المليار دولار 1 بليون. ليبرون جيمس اللي صور ما بين ماي 2021 وماي 2022 $121 مليون فاصل واحد. ليبرون جيمس صور من كرة السلة $385 مليون في كاريره. مش برشا راهو الفلوس صور من كرة السلة. اما شنو ليبرون يصور برشا من الاستثمارات، عنده شركة انتاج هذه فلوسه منين جات، استثمر في نادي ليفربول، استثمر في الريستوراسيون مطاعم البيتزا، استثمر في البيتس باي دري اللي تباعت للابل مع دكتور دري. تصرف الفلوس بالنسبه للرياضي وجهه مهم ومهم جدا. تو نحن مثلا ممكن الجيل القديم في تونس ممكن فرتوا برشا فلوس، لكن الجيل الجديد يعرفوا يتصرفوا في الفلوس، يشريوا في الشقق، يشريوا في صحيت يعملوا في لي سال دو سبور. نعطيك انا امثله، مثلا فما مثال ناجح برشا وما صورش راهو فلوس كيما اللي صوروا توا معناها، مثلا حمدي القسراوي اللي عنده سلسله مطاعم معروفه او هنا قريب عنده فلاحه زاد مثلا حمدي القسراوي ناجح ماليا ويعرف كيفاش يتصرف في الفلوس. يوسف المساكني كيف يستثمر من شرميت، يوسف المساكني عنده كيما قال قاعه رياضه مثلا. هذوما كل عرفوا يتصرفوا في الفلوس الجيل الحالي الجيل حتى اللي سبقوا بشويه، هذوما كل تصرف في المال. اما انجح كوارجي في الاستثمارات انا عندي انا من شرميتي، عنده مقاولات ويبني في البلاصات في علي الزيتوني زيدوا احسبوا لهم زيدوا لا والله سيدي موديل وجوج حاجه باهيه. فما عباد ما تحبش تكون تحب تعمل شيء، فما عباد تحب تعيش فقط تحب تعمل مشاريع تحب تعمل شيء. هذايا رايك والصحه هي الكل. تو بعد نجيو نحكيو على الصحه والدنيا وكل شيء باقي كل ماكش تهز معاك انت المقاولات بالدنيا وحاجات هذوك. تخلي لصغارك. اقسم بالله باش نهبل انا هذا كل فلوس. برشا فلوس لازمهم يعرفوا يتصرفوا فيها. لا لا بالحق التصرف في الفلوس وفي الاموال اللي تصورها فك 10 ولا 12 سنه ولا 15 سنه مهم مهم جدا لانه باش تسترك حياتك من بعد. ما دام نحكيو على الفلوس يحكي على الفلوس باش نحكيو على كاس العالم قطر 2022. تفضل. وتكلفه كاس العالم حسب رايكم قداش باش يتكلف كاس العالم في قطر؟ قداش؟ لا لا عندي استيماسيون ما نحبش نقولها خاطر ما يصيرش تقولها. قول لازم تكون شويه. ريت هذول الورق ماليش الشيفر باهي. ظاهر لي فوق ال 150 مليار دولار. باهي ماكش بعيد ماكش بعيد ماكش بعيد. 180 مليار اقل ولا اكثر؟ اكثر شوي. باهي كاس العالم امريكا 1994 واحد من انجح كؤوس العالم في التاريخ. بون ناخذوا نحن عام لانه الدنيا تمشي وتغلى. عام 94 تكلف 500 مليون دولار. عام 98 في فرنسا تكلف 2.3 مليار دولار. في اليابان 2002 7 مليار دولار. المانيا 2006 زاد من انجح كؤوس العالم اللي شاهدناهم وريناهم 4.3 مليار دولار. جنوب افريقيا 3.6 مليار دولار هذا عام 2010. 2014 في البرازيل 8.6 مليار دولار. روسيا هنا ما عندناش 4 سنين 2018 11.6 مليار دولار. قطر ملعب لوسيل برك مشينا له ملعب لوسيل في قطر تكلف مليار دولار. ملعب لوسيل برك. كاس العالم كل باش يتكلف 220 مليار دولار. هي ما فما راه فما تجهيزات وفما دنيا ومتروات وبلاد كامله راهو عمل عباره على حل بلاد اخرى. باش نعطيك تقريب باش نجموا نفهم بسرعه ما عادش عندي وقت. يعني 5 مرات 5 سنين اللي دخلوا ثروه تونس طلعت 5 سنين اضربوا فصاع فوالا عندهم الامكانيات. ربي نوب علينا. باهي والخبر الاخير يخص كيليان امبابي. كيليان امبابي البارح حكينا على ملاعب تونسي رفض انه يكمل يلعب بما انه جمهور فريقه سبلوا واشتملوا والد. كيليان مبابي بعد ماتش سويسرا في اليورو اللي خسرت فيه فرنسا فما طالب عمره 19 سنه هبط تويت عنصري على الاخر. ما نجمش حتى نقراه. اساء لكيليان مبابي اساء لاصوله الافريقيه. المحكمه في باريس بعد ما شكى بطبيعه كيليان مبابي حكمت على الطالب هذايا 6 أشهر كحكم ابتدائي والحكم النهائي باش يكون نهار 8 سبتمبر. وفما ريسك انه يشد حبس عام الطالب هذايا اللي عمره 19 سنه. باهي يوسف بما انه التويت هذا تويت عنصري في حق كيليان امبابي. كيليان امبابي اللي عنده فاتح باريس سان جيرمان بعد تمديد العقد. كيليان امبابي اللي حسب اخر الاخبار زاده يرغب في بيع 14 لاعب من فريقه ومنهم نيمار والمدرب. منهم نيمار والمدرب. سينو تونس البارح عملت ماتش فيديو مع ياكل في الحلويات التونسيه مع حكيمي. كعكل ورقه. كعكل ورقه. صحه وفرحه. شكرا ليك بوغوس الرياضه جلانزا. ميرسي بوكو على الاخبار الرياضيه هذه الكل. يلا يا سيدي نحن باش نمشيو لبصحتك في مش بصحتك يا رب باش نمشيو لصحتك صغيرك بعد الفاصل. تو تسويت تفضل يا صحة صغيرك. صحة صغيرك اليوم باش نحكيو على السخانة عند الأطفال. تسمع مع قنواتي شنو قداش مفجوعة أنت من البارح. تحضر معنا الدكتورة مونيا جولاق طبيبة أطفال. أهلا وسهلا مرحبا بيك لمونيا. مرحبا بيك مرحبا بكل مستمعي اليافام. كل أم وبو يسمعوا فينا تو. نعرف اللي سخانة تفجعهم في برشا تخوفهم برشا وأكثر حاجة تخليهم يعديوا. بالضبط. وقتاش نقولوا جوستومون توا السخانة هذيا تخوف؟ ساعة السخانة هي شنو بالضبط؟ السخانة العادية بين 36.3 و 37.7 ابارتيغ دو 38 نسميوها سخانة. فوالا السخانة تخوف بيان سور. لازم نقيسوها ريكتال عند الطفل. فما عدة طرق لقياس السخانة. نجمو نقيسوها في الأذن في الراس باللنفخاغوج بعدة طرق في الفم. لكن أحسن طريقة ريكتال ويكون الصغير أوروبو ابارتيغ دو 38 نسميوها تخوف. باهي نسميوها سخانة. الدوغري نتاع السخانة مش هو اللي يحدد تخوف ولا لا. حالة الصغير كي تطلع السخانة هو اللي يحدد السخانة تخوف ولا لا. مثلا الصغير عمره إذا قبل من 3 شهور السخانة يتون اورجونس خاصة الشهر الأول لازم يعدي بسرعة. إذا حالته العامة ماهيش باهية اش معناها؟ فاشل ما عادش ياكل وجهه أصفر. فما علامات اللي هو ما يتحملش السخانة لا موفيز توليرانس. هذيك هي السخانة تخوف. لكن هي السخانة الدوغري نتاعها ما يحددش الجرافيتي نتاعها هي. علاش تطلع السخانة هي؟ السخانة هي وسيلة دفاع للبدن يدخل فيروس. احنا نعرفوا اللي الصغار تطلع لهم سخانه اكثر من الكبار. علاش؟ على خاطر الصغار يكونوا مناعتهم ال4 سنين الاولى المناعه غير ناضجه، 6 شهور الاولى عنده مناعه امه، ابارتيغ دو 6 موا يبدا يكون مناعته. اي فيروس ولا بكتيريا يدخل البدن يجاوب بالسخانه باش يعاون الفيروس باش ما يتكاثرش، باش يقوي الاكتيفيتي نتاع الكويرات البيضاء وباش نصنعوا المضادات. دونك هي حاجه باهيه تعاون على البرية. احنا المهم بالنسبه لينا يكون علاش نلوجوا باش نطيحوها، ما نلوجوش باش نحيوها، باش الصغير يكون مرتاح اكثر. بيان سور اسبابها عديده السخانه، كما قلت الاسباب الفيروسيه كما الكورونا، الغريب، جرثومه، انفكسيون يورينير، انجين، هذوما الاسباب الاكثر عند الاطفال. هنا نحب نقول كلمه اللي ردوا بالنا، سخانه سي با ايغال انتيبيوتيك. عنا برشا كي تطلع لهم السخانه يمشيوا للصيدليه وياخذوا انتيبيوتيك، الوغ كو 90% من الامراض عند الاطفال فيروسيه ما تتطلبش انتيبيوتيك. دونك هنا الطبيب وحده الزم لابد من تشخيص الحاله، يلزم يعدي والطبيب وحده يقرر يلزم انتيبيوتيك ولا، خاطر كي نعطيو انتيبيوتيك هكاكا نقويو لي ريزيستانس، يولي البدن ما عادش يجاوب الانتيبيوتيك. اي اون بلوس نجمو نخبيو المرض على الطبيب، كيما مثلا كادو مينانجيت نجمو نخبيوها مينانجيت ديكابيتي. دونك من المهم اللي الطبيب يشخص الحاله قبل ما نعطيو المضاد الحيوي. ورحنا ثاني دوله في العالم تستعمل الانتيبيوتيك. ما عادش والله الانتيبيوتيك من برشا طب الحقيقه مازالوا لتوا راهم يعطيو الانتيبيوتيك، حتى على نحكي عن معرفه راهو يعطيو حتى على حالات ماهيش ياسر ياسر. لي بارون كي ياخذوا وحدهم لو تو ميديكاسيون، البيع الحر زاد تاع الصيدليات، لازمنا هنا قانون يكون صارم على غرار الدول المتقدمه، ما يعطيوش الانتيبيوتيك كاين سو بريسكريبسيون ميديكال، لابد من البريسكريبسيون ميديكال. فما اسباب اخرى غير العدوى الفيروسيه والبكتيريه، فما لي بارازيت، فما كل شيء. لكن زاد الصغير في بعض الاحيان في الصيف، واحنا تو في فصل الصيف، تنجم يخرج يلعب في 40 دوغري، يتحرك برشا، تطلع له السخانه. لي نوفوني ما يعرفوش يريقلوا سخانتهم، على ذاك ننصح الوالدين ما يبداش مسكرين عليه ياسر وملبسينه ياسر وفي بيه، راهي تطلع السخانه من غير ما تكون مرضيه. الاورام لي مالادي انفلاماتوار بعد الفاكسان زاد يطلع السخانه. دونك عده اسباب. فما برشا زاد يقعدوا في الدار ويقول لك ولدي عنده سخانه، عنده سنين. السنين راهي ما تطلعش برشا سخانه، السنين سخانه 38 2 38 3، لكن شيقه وقت تطلع السنين يقع التهاب، وكل التهاب يكون بوخ دونتري من لي فيروس، والمناعه تنقص اكثر، وهو يكون في مناعته، مناعته ما نضجتش كما قلت بكري، ما تنضج كان في 4 5 ans. هاك البيريود دادابتاسيون هذيك لازم منها، راهي باهيه بالصغير يكون مناعته. باهي برشا. اللوليات شنو ننصحوهم كيف يشوفوا وقتاش ينجموا يهزوا صغيرهم للطبيب؟ اول حاجه السخانه كما فسرت بكري وسيله دفاع على البدن، مش ديما اورجونس، وقتاش حاله استعجاليه. العمر اقل من 3 اشهر، خاصه الشهر الاولاني، ولا عنده مرض مزمن، نقص مناعه، سكر ولا اي حاجه، والا زاده يكون حالته العامه ماهيش باهيه، ليتا جينيرال، فاشل ياسر، عنده ريدور دو لا نوك، عنده دي سين نقول انا علامات عصبيه، دايخ، ما يتحملش كالسخانه، بقى يعزرق في بدنه، ليزكستريميتي فرواد، هذوما تولي اون اورجونس اللي يلزم فيها يمشي يعدي عند الطبيب. دونك اذا الحاله العامه باهيه، وبرشا احيانا يقول لك الصغير عنده سخانه ويلعب وياكل وكل شيء نورمال، كيما مثلا الفيروس اللي جانا ليامات الغوزيول ولا سندروم مامبيو بوش اللي حكينا عليه برشا في الاعلام، هذاك الصغير يبدا عنده سخانه لكن هو فيروس، لكن تلقاه الحاله العامه ناشطه. دونك سو ني با اون اورجونس، الوالدين ينجموا يتشاركوا فيها، وفي اقرب وقت يهزوا للطبيب، لابد من الفحص الطبي، على خاطر لازم يعدي عليه الطبيب يشوف العلامات المصاحبه أكيد. وكل شيء، ويعمل الدياغنوستيك. في بعض الاحيان نوصلوا حتى نعملوا دي زيكزاما كومبليمونتير باش نعرفوا سبب السخانه. سينو اذا ما فماش الحاله العامه باهيه والصغير يتحمل الي بيان توليري، شنو ينجموا يعملوا الوالدين في الدار؟ احنا ما نلوجوش باش نحيوها السخانه، كما قلت نلوجو باش نداويو لانكونفور، عدم الارتياح، وباش ما نخليوهاش طالعه ياسر، على خاطر كي تطلع ياسر يقع دي بيرديسيون هيدريك، يخسر برشا ماء وينجم يتجفف. دونك شنو لازمنا نعملو؟ نعطيوه يشرب سوائل، سوائل تكون تشاد، نقصد باش مش يبدا هو بالسخانه ويرعش وحنا نزيدو نغطيوه. هذيك خطا، لازم نقصولو باش التمبيراتور دو لا شامبر لازمها تكون 19 20 دوغري، ما لازمش كيما قلت بكري لي نوفوني مسكرين عليهم والعائله الكل ما دايره ومن شنو بعد يقول السخانه تطلع. دونك هذه نحذر منها برشا. نقصولو باش نهويو البيت مع الوسائل الطبيعيه هذه. بون الكمادات والبانو ولا ديسكوتي، الكمادات حتى كان باش نعملوهم لازم دو لوتشات ونحطوهم وين يتعداو الشرايين الكبرى، خاطر برشا يغلطوا يحطوهم على الراس. ولا في الشرايين معناها يا ما او نيفو دو كو والا في الابط في الضبوط والا زاد في وين يتعداو لي زارتير فيمورال معناها في اللوطه في شيره الحفاضه. دونك هنا وين لازمنا نحطوا لي لانج. البانو كان باش يزيدنا لانكونفور والصغير باش يولي يبكي يولي سي با نيسيسير. دونك الدويات توا برشا يقولوا نعطيو زوز دويات وكل التيرنونس كل ثلاثه سوايع. هذه راهو لازمنا نعطيو دواء واحد احنا نلوجوا باش نقصوا السخانه بيسك هي تعاوننا على البريان، مش باش نحيوها كاريمون. وراو كي نحطوا زوز دويات نقويو لي زيفي سكوندير. وعندنا الباراسيتامول هو اللي نعطيوه اون بريمير انتونسيون. بالنسبه لمضادات الالتهاب لي زونتي انفلاماتوار ماذا بينا تقعد سو بريسكريبسيون ميديكال، خاصه وان فيهم برشا اثار جانبيه ومن المستحسن الطبيب يكتبهم. وفما برشا امراض ما لازمناش نعطيو لي زونتي بيريتيك اونتي انفلاماتوار كيما البوزكار كيما الخباس كل شيء. دونك هذا من ناحيه الدواء نخفضوا له، وفي اقرب وقت بعد ما نعملوا هالاسعافات الاوليه هذه نهزوه للطبيب باش يشخص الحاله. ما نمشيوش للصيدليه كيما هو صاير برشا في تونس. غلط معناتها كي اون التيرن، سامحني دكتوره، اون التيرن لي ميديكامون كل ثلاث ساعات ولا كل اربع ساعات. الاثار الجانبيه اولا، وثاني حاجه اثبت انها ما تحميش من التخدير. خاطر اللطف ولا لا قدر. لي زونتي انفلاماتوار فما عده امراض ما لازمناش نعطيو لي زونتي انفلاماتوار. انت السخانه ساعات تسبق المرض، ما نعملوش دياغنوستيك من الاول كيما البوزكار مثلا. تطلع السخانه قبل وبعد نفيقوا بالدياغنوستيك يظهر الحب كي لونتي انفلاماتوار ما يمشيش معاه. دونك هالالترنانس علاش تعمل فيها؟ اذا نقول لك السخانه تقوي لاكتيفيتي دي غلوبول بلون، تعاون على البريان، لوج باش نخفضها مش باش نردها طبيعيه، نردها المستوى الصغير يكون مرتاح 38.5 38.4. فهمتني؟ فوالا. يعطيك الف صحه، بارك الله فيك دكتوره، شكرا ليك على النصائح هذه الكل، شكرا ليك على المعلومات. الدكتوره مونيا جولاق طبيبه اطفال، يعطيك الف صحه، شكرا ليك. شكرا. المدام يلا نجي قنواتي احكي يا قنواتي توت سويت سيد المسؤول. احكي يا قنواتي. السلامة المرورية. نعم. مسؤول في السلامة المرورية اليوم. الانتصاب الفوضوي، الهاتف الجوالي، تعليم السياقة، الرادار، الدراجات النارية. باش نقضيو على الحوادث يلزمنا نقضيو على الانتصاب الفوضوي، يلزمنا حركة مقاومة من أجل استرجاع حقنا في التروتوار. تو نورمال تبدا تمشي في الكياس تقول محمد صلاح يلعب على الخط، تبدا تراوغ بتاكسي تتعدى، بجنب الكار تلقى برويتة الهندي تراوغ يعرضك الدلاع، تعطيك ونسة تستنى تكمل تمشي في الطريق، الجمهور يزمر كلاكسونات سبان وتجيك في وجهك يا بهيم اطلع على التروتوار. ولذا أول حاجة باش نقضيو ولا نقسم الحوادث هو استرجاع حقنا في التروتوار. كذلك الهاتف الجوال داخل وخارج السيارة، تلقاه يمشي في الكياس شاد التليفون سارح معاه، تقول لي تبع في البورصة، طلعت في نيويورك، هبطت في بريطانيا، وممكن يحط فلوسه كل في تويتر مع إيلون ماسك، وهو في الحقيقة يتفرج على تيك توك متاع سالم هاشتي، ولا يعاود في كلمة وحل فيها الدوبلكشي. هذا كان مش يتفرج في السهسوها تتمشى على شط جربة. خلي عاد كي يبدأ يسوق ويتفرج في فيديو ولا يكتب في ميساج، تقول عنده قرون استشعار. أي 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 عينيه في البورتابل وما تعرفش كيفاش يفيق اللي فما فوق قدامه. هذا لؤي مثلا. ولا تلقاه يسمع في الراديو ومركز مع برنامج ويتعارك مع اللي بجنبه عركه سياسيه بالطبيعه، ولا قد ما يتشنج بوغلاب يتشنج هو زاده وينزل على الفيتاس. وشكون الضحيه؟ خالتك زينب عكازها تجري تحب تخلط على اول نمره في البوسطه. ولذا باش نقضيو على الحوادث يلزمنا نلقاو حل في الهواتف. نجمو نفرضوا على كل صاحب سياره يركب جهاز تشويش في سيارته كما في الباك، خاطر كان باش نعمله فقط على البوليس اللي واقف في الطريق مش حل، خاطر التونسي اكيد عنده قرون استشعار قلت لكم، وحتى كان ما عندوش التونسي في الحكايات هذه متضامن، يبدا عارضك بكرهبته وصوابعه ويخدموا. تقول نشره الاخبار بالاشاره، بالاشاره يقول لك فما بوليس، بالاشاره يقول لك فما رادار، بالاشاره يقول لك الطريق سالكه واصل. يمشيوا للدراجات الناريه الموتورات بكل اشكالها، انا نشبههم بالفيروسات، اي تبدا تخدم على البيسي ولا البورتابل وفجاه يقول لك فيروس ديتكتي، وينو؟ هو بجنبك قاعد يسكيفي ويحب يتعدى من 30 سنتيمتر اللي بينك وبين جارك، خلي عاد تبدا انت طالع في كرهبه مضخمه شويه، وقتها يتحير له الحقد الطبقي ويخزر لك في عينيك ويسكر عليك الطريق ويقول لك اضربني ترى. اما الموتورات ديما خير ماك الكوامن الكبار اللي يفجعوا هذوكم، ساعات يعطيك لاكسون شدك رعشه في معدتك. ولذا باش نقسم الحوادث والضحايا لازمنا كيف العالم الكل، الوحوش هذوكم معناتها الكوامل الكبار ما يخرجوا كان في الليل، والموتورات نعملوا لهم فوا خاص بهم، يسال ساعات الطبقيه باهيه. وهو جاي الصيف واكيد باش نحكيو على عطله امنه، ولا نلقاو وليدات وبنيات شادين الطريق يوزعوا فوريقه فيها توصيات، حكايه فارغه، الورقه تمدها له منه يطيشها، يا يطيشها يا يقيد فيها نمرو عز الدين البلومبيي ويمدها لخوه اللي عنده فويت في بيت البانو. اي الحملات التوعويه حكايه فارغه، تو نورمال انت تعمل في حمله توعويه على الاوتوروت وفما شكون مسيب صغاره يبيعوا في ام البويه والخبز العربي على الطريق، فما نهار واحد هربت له ام البويه خلطت في جرتها ضربته كرهب، عدوها له انتحار غير مفهوم. هاي الخدمه الحقيقيه من الاول مع مدارس التعليم السياقه. انا نقول لكم يلزمنا نقضيو على الحكمه الشهيره هذيك، ريت تعلمته في اللوتو يقول انساه الطريق حاجه اخرى، عليه هو كان يتعلم فوق سطح دارهم ما عادش نعطيه خطايا يا سيدي، ما عادش نحطوا رادار متخبي. اما اللي يغلط يعاود البرمي من جديد، تا وقتها يفهم اللي الطريق هو الطريق، سواء كنت تتعلم ولا تسوق وحدك. شكرا ليك القنواتي، ميرسي على النقد الجميل هذا وعلى الكتابه الحلوه برشا برشا برشا، شكرا القنواتي. هاي يا سيدك يا بن سيدك، على خاطر اي اف ام تحبكم وتحب تقرب لكم وين ما كنتم، تنظم لكم الحفل الحدث سفير الاغنيه التونسيه زياد غرسه في باريس، زوز حفلات استثنائيه، موعد مع الطرب الاصيل والفن الجميل اليوم وغدوه، بدايه من 8:30 متاع الليل بمسرح لو 13، احجز تذكرتك من توا لسهرات زياد غرسه في باريس مع اي اف ام على موقع لو 13 وموقع الفناك ولي بوان بيان سور دو فونت ابيتويل، ولا على الرقم 3301 48 28 53 53. للمزيد من المعلومات الاتصال على 58 550 777. استمتعوا بالفن والطرب مع اي اف ام، احلى غاتيو بمساهمه اس تي بي بنك. زياد غرسة في باريس مع اي اف ام. يلا يا سيدي نمشي معاك الجميل الرائع ابني البوغوس، نمشيو معاك في فقرة غابت علينا مديدة، نرجعوا لها في شد روحك. شد روحك يس. كان استنى حتى يعلل زياد غرسه مثال ما ديما في التعليله نحبوها التعليله نتاعو، ما نحبش توفى اقعد اقعد بزلبك بجهره بزيد شويه اكلنا. هاي مرحبا بكم يا سيدي الناس الكل في شد روحك، اللي نختاروا فيها كل مره واحد من العباد المعروفه ولا اللي يبدا عامل بوليميك، عامل عامله معناها. شخصيه اليوم عنده مديده واسمه في المحاكم ومشهرين بيه وسيرته على كل لسان، وزيد ما عرفناش ناخذوه مانا اونجل بالضبط، قصه ممثل ناجح ولا قصه زواج فاشله، عنده منهم الزوز. دونك احنا قلنا نبداو بالممثل، بالكشي هو اللي كر على حياته الزوجيه، كر حرف جره هو لما استعمل العامين الاخرانيين، دونك عاديه ماهيش من الحومه جبتها. ضيف حلقه اليوم من نجوم هوليود ولا زاده من نجوم محاكم الناحيه نتاع فيرجينيا، نرحبوا به جوني ديب. الاسم على كل لسان ولا تاريخ اول ظهور في شاشه الحياه 9 جوان 1963، تحسوا جه السيناريو قراه عجبوا دور جوني ديب في الدنيا فقبل اهبط وقام بالدور على احسن ما يرام، وهذاك علاش هو باين الشواء نتاع صغر نشوفوا في الشواء اللي اختارهم الافلام. وشوف مثلا شارلي عنده معمل نتاع شوكولاته، ادوارد عنده مقصات في بلاصه صوابعه، جاك سبارو بون لهنا الصغير بدا يكبر ونحرف شويه وخلطه فسدت، ولكن باقي في نفس الموندو. ناقصه كان داندي في نوبه ويكمل التابلو. جوني ديب وقصص الحب خلينا نقولوا فاريي واختياراته متعدده، كيت موس، فانيسا بارادي، وينونا رايدر. هذايا لما حاله وينونا رايدر عمل حاجه باهيه ياسر اللي وشمها في يده البورتري نتاعها بالطبيعه، ومن بعد ما انفصلوا ردها فازه اخرى. ذكرني في طفل صاحبي ربي يذكره بالخير، عمل نفس الديمارش وجوج، كتب اسم زوجته في اليد ما نعرفش اليمين ولا اليسار الحقيقه، ولكن انفصلوا من بعد. من حسن حظه خليني نقول اللي اسم مرته كومبوزي وينجم يكون حاجه اخرى اسمها رانيا. فمن بعد الانفصال زادها يوكا ردها اوكرانيا. فقلت بعضها في اوكرانيا فرجع رانيا. حياته صعيبه حسيت. صعيبه ياسر. تاتواج في اليد هذايا اسم عبد حاسيلو. اسون اكتيف 63 فيلم الكلهم مثل فيهم بقدره. جات امبر هيرد يا اخي اتهيرد في كاريره، وكان جاي يعرف بوبليسيتي سوفاج ما يعملهاش، راهو عمل شاليمار نتاع جيرلان اسهل لك يا غالي، وحتى تكون كريديبل معناتها من حيث الرائحه والشكل نتاع بنات هي شاليمار محاله. ولكن في حركه نبيله منه حل الباب لبرشا رجال تعيش تحت القمع والاضطهاد، وحللهم باب الشكاوي وباب ينجم يجيب 15 مليون دولار يدو بلكشي. هاي العبيد كيفاش تطلق حلوه هذه، حلوه حلوه الكلاش هذه. شكرا ليك ابني البوغوس الجميل. نمشيو توت سويت فيسع فيسع مع اخبار النجوم، ماناش خارجين من النجوم توا، يلا نمشيو ديريكت. تفضل. لا 11:50 باش نمشيو نشوفوا توم كروز وتحقيق نجاحاته القياسية مع جوزيف توتسويتا. ستار نيوز مع سحري بحري. هاي سيدك بن سيدك الفيلم تفرج فيه، فما شكون لنا في الطاوله تفرج فيه خونا لؤي. توب جون مافريك هو الفيلم نتاع توم كروز. ما نمشي نحكيو على الفيلم بالكشي لؤي تفرج فيه تو يعطينا ملخص صغير شويه، باش نحكي على المرابح نتاعو وجوج في اسبوع فقط. حسب رايكم قداش دخل الفيلم هذايا في الجمعه؟ نحكي اعطيونا طول الخبر وكاع، احنا تلمو غرقونا بالفلوس ما فاهمين. بعد 1 بليون دولار ولا شكون دولار كلها فلوس دخلوا بعضهم، خاطر برشا فلوس. 134 مليون دولار الفيلم دخل في اسبوع. فيلم توم كروز توب جون مافريك اللي هو جزء ثاني راهو، لانه الجزء الاول توب جون فما ضريبات خرج عام 1986، يعني من بعد العوام هذه الكل يعاودوا يعملوا الجزء الثاني. انورم وجوج 134 مليون دولار والله وجوج فيلم بربي. لا تحلف على الفلوس، لا لا على الفلوس دخل الدنيا الفلوس هي والله. اما في باريس مثلا كي عمل لافون بريمير بتاع الفيلم نتاعو خرجوا له الطيارات حبايه تعدات فوق باريس، بالرسمي يفرحوا بيه الفيلم على الاخر، خاصه وانه راهو انا كي تفرجت في بالي فما برشا. احكي فما مش تحكي لي على الفيلم، احكي لي على فكرة الفيلم. فما برشا ديزيفي، اما فينا هو طيار تكنيكمون معناها مصروف عليه برشا. هو على خاطر مثلا توم كروز ماخو لي ليسونس بتاع الطيارات الحربية، طيارات كوميرسيال، مسكرهم الكل. سكر البرميات الكاست اللي عمل معاه الفيلم فرض عليه انه يعمل 3 أشهر اونترينمون مع الميليتير في النيفي سيلز، في اقوى التدريبات باش ينجموا يصوروا في الفيلم، على خاطر صوروا في طيارات بالرسمي عندهم ما هي عندهم وجوج الفازوين. فما ديسين مثلا مصورين مره برك، على خاطر وان شوت الطياره تعدات بفيتاس كبير برشا، فقط السينما بعض. ولكن توم كروز فرض انه الفيلم ما يتصورش برشا في فيكس، يتصور بالرسمي في طيارات حربيه. وهذه الحاجه اللي عملت برشا كريديبيليتي، وكي تبدا تفرج في فيلم بالرسمي ايموسيون تاع العباد. تفرجت في فيلم 1986 حاجه ياسر ياسر مزيانه. مالا لعب مالا قنواتي، اقسم بالله قلبي يوجعني والله. هو ركور في كارير والله قلبي يوجعني على تونس. نشوف السينمائيين خاصة لي جون كيفاش يعانيوا باش يعملوا فيلم فيه فكرة حلمة يحبوا يعملوها، يبداو يتشلحطوا دوسي للوزارة ودوسي وشوف يقبلوه شوف اللي وشنو حسيلو. اقسم بالله الصباح عطاني سينوبسيس نتاع كور ميتراج مهبول. فهمت شنو مشكلته راجع؟ برودكسيون واد دو برود برودكسيون ورخص يمن بيه شكون مسكر باش نكمل بون نوفيل واجب تعرفوا مستر بين بالطبيعه باش يعود الى نتفليكس 10 اس جي في اجزاء سامحوني في نتفليكس مان في اس بي هذه هي السيري اللي باش يرجع بها الممثل شكون مستر بين يتكلم ليه في السيري هذايا يتكلم لا علاش ما عندنا ايماج لازم لا ما هو عمل افلام تاع جوني انجلش ما تفرجش فيهم نحبهم بالنسبه لي مش هو نجح الفيلم اي نجح داكوردو اما لا 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 بالنسبه كيما شارلي 24 جوان جاي 24 جوان جاي شنو هذا فم برشا اخبار هذاك علاش باش نمشيو نحن فايقين مع نضال بربي تحيه بربي سامحني تحيه نضال السعدي راهو تعب شويه البارح في جاي من الفواياج نتمناو له الصحه يا ربي ان شاء الله ربي يرزق بيه وان شاء الله ربي يخلي له صحته خاطر الصحه هي الكل شكرا لكم الابناء ما حبش يخرج من الاستوديو ريتو حتى ويكاند راهو برا ما يسالش روحوا الاولاد سي لو ويكاند يلا يا سيدي نعطيكم فيسع عينا ريزولتا تاع السونداج اللي سالناكم فيه وين يمشي يتفرهد في الويكاند التونسي هو الابناء فما والا ما فماش اماكن يتفرهد فيها 25% قالوا فما اماكن و75 قالوا مش برشا لحقيقه في الكومنتات اللي فما الاماكن تو يقولوا اماكن كلها مشتاقه لك ل 11:57 دقيقه نقول لكم با ويكاند شكرا للابناء شكرا فريق الاعداد شكرا للاخراج شكرا اخراج فيديو بارك الله فيكم وقايه الفطور نقول لكم شهيه طيبه وبرشا بوسات